بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. جروب الواتس، رقم الواتس 00316830 6442. انا هسيب الرقم طبعا على الشاشة. الهدف من الجروب اللي انا هعمله بإذن الله على الشاشة او على الواتساب اللي هو التواصل مباشرة مع اولياء امور الطلاب و اولياء امور الطلاب اسف وان الناس اللي هي عايزة اجابات سريعة وفورية. المعلومة اللي انا احطها طبعا يعني اي حد عنده سؤال شخصي فما يدخلش يحط سؤاله على الجروب، لكن الناس اللي هتحط اسئلتها على الجروب فهجاوبها عشان الاستفادة تعم بعض الاشخاص او تعم الناس عموما. فلو حد يسألني اسئلة شخصية بحذر او بوضح بشكل اساسي او بكرر التحذير والتوضيح. يعني عموما لو انت هتسأل سؤال شخصي ومحتاج اجابة عليه فانت تبعت رسالة individual على نفس الرقم ده لكن لوحدك. لو انت حاطط سؤال عموما لعموم الناس او تسأل يعني مش همك الاجابة حد غيرك يشوفها، فانت حضرتك هتحط السؤال فين؟ هتحط السؤال على الجروب وانا اجاوبك باذن الله تعالى على الجروب برضك وتكون استفادة للجميع. طيب في اولياء امور بيبعتولي عايزين يستفسروا عن احوال ابنائهم، في ناس فقدت الاتصال بابنائها. بصراحة انا بستعجب ليه يعني فقدوا الاتصال، ولكن لو فرضنا لاي حال من الاحوال ان الاتصال فقد وده امر صعب يعني او غير مفهوم الى حد ما. ليه غير مفهوم؟ لان الدنيا ماشية في اوكرانيا يعني ماشي في وباء وفي فيروس وفي بلاوي سودة، ربنا يعفينا ويعفيك يا رب من الموضوع ده، ولكن الموضوع يعني الدنيا ماشية يعني محدش مات يعني الاتصالات ما وقفتش، المعلومات ما وقفتش، كل حاجة شغالة يعني انتوا واخدين بالكم. فالدنيا زي ما هي ماشية يعني فمفيش حاجة وقفت او فيش اتصالات اتقطعت، مفيش انترنت باظ، مفيش اتصالات فصلت، حاجات زي كده. فعموما اي حد هيحاول يتواصل او يسألني حاجة زي كده فبصراحة انا هخدمه يعني مني لي شخصين، يبعت لي رقم تليفون اطفاله او اولاده او كده وانا هتواصل باذن الله تعالى معهم واشوف الدنيا فيها ايه، ما بردوش على اهليهم ليه. ده كان الفيديو عشان ما اطولش على حضراتكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.